بديل طبيعي لابير التنحيف المشهورة. هناك العديد من البدائل الطبيعية لأقراص التنحيف المشهورة النباتية والحبوب الكاملة. يجب الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية الفارغة والدهون المشبعة. 2- زيادة النشاط البدني. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على فقدان الوزن. يمكن البدء بممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة، ثم زيادة التحمل تدريجيا. 3- شرب الماء. يعتبر شرب الكمية المناسبة من الماء يوميا أمرا هاما لدعم عملية فقدان الوزن. يساعد الماء في تحسين الهضم والشعور بالشبع، ويمكن استبدال المشروبات السكرية بالماء. 4- الشاي الأخضر. يعتقد أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في زيادة معدل الأيض وتحسين عملية الهضم. قد يكون للشاي الأخضر تأثير طفيف على فقدان الوزن، ولكن ينبغي استهلاكه بشكل معتدل. 5- العسل والقرفة. هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن مزيج العسل والقرفة يمكن أن يساعد في تحفيز عملية الهضم وتقليل الشهية. ومع ذلك، يجب استخدامه بحذر وبمعتدل، ولا ينبغي الاعتماد عليه كوحيد الحل لفقدان الوزن. مهم جدا أن يتم فهم أن البدائل الطبيعية لابر التنحيف لا تعتبر بديلا مؤكدا وفعالا، لأنها قد تكون لها تأثيرات مختلفة على كل فرد، وبالتالي لتحقيق أفضل النتائج وضمان سلامتك، ينبغي أن تعتمد على نظام غذائي متوازن وصحي وممارسة النشاط البدني بانتظام. قد يكون من المفيد أيضا العمل مع خبير تغذية أو مدرب شخصي لمساعدتك في وضع برنامج مناسب وفقا لاحتياجاتك الفردية. 6- المكملات الغذائية الطبيعية. هناك بعض المكملات الغذائية الطبيعية التي يمكن أن تدعم عملية فقدان الوزن. مثال على ذلك الكروم والليسين والألياف الغذائية وزيت السمك. يجب مراجعة الطبيب أو الاستشاري التغذية قبل تناول أي مكملات للتأكد من سلامتها وفعاليتها. 7- الأعشاب الطبيعية. هناك بعض الأعشاب التي يزعم أنها تساعد في تحفيز عملية حرق الدهون وتقليل الشهية. مثال على ذلك الشاي الأخضر والزنجبيل والقرفة والكايين. ومع ذلك، يجب استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل استخدام أي أعشاب لمعرفة الجرعة والآثار الجانبية المحتملة. 8- التغذية القائمة على النباتات. اتباع نظام غذائي قائم على النباتات يمكن أن يكون فعالاً في فقدان الوزن. يمكن للتغذية النباتية أن تكون غنية بالألياف والمغذيات وتساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول. ومن الأمثلة على ذلك الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور. 9- التحكم في حجم الوجبات وتناول الطعام ببطء. الوعي بحجم الوجبات وتناول الطعام ببطء يمكن أن يساعد في تحقيق الشبع بسرعة أكبر والتحكم في كمية الطعام المستهلكة. يعتبر تناول وجبات صغيرة ومتكررة خلال اليوم أيضا استراتيجية فعالة للتحكم في الوزن.
10. النوم الجيد. الحصول على قسط كاف من النوم الجيد يلعب دورا هاما في عملية فقدان الوزن. قلة النوم يمكن أن تزيد من إفراز هرمون الجوع الجريلين، وتقلل من إفراز هرمون الشبع الليبتين، مما يزيد من الشهية وقدرة الجسم على تخزين الدهون. يذكر مرة أخرى أنه يجب أن تتم مشاورة الطبيب أو الاستشاري التغذية قبل تبني أي بدائل طبيعية لأقراص التنحيف المشهورة، حيث يمكن للتقديم المشورة المناسبة والتحقق من ملائمتها لحالتك الصحية الفردية. 11. زيت الزيتون. يعتبر زيت الزيتون مصدرًا صحيًا للدهون الجيدة ويمكن أن يساعد في تحقيق الشبع. يمكن استخدام زيت الزيتون بدلًا من الزيوت الأخرى عند الطهي أو كصلصة للسلطات. 12. تناول البروتين. يمكن أن يكون تناول كمية كافية من البروتين مفيدًا لفقدان الوزن. يساعد البروتين في تعزيز الشبع وزيادة الحرق الحراري بفعل تأثيره الحراري الديناميكي العالي. يمكن الحصول على البروتين من مصادر مثل اللحوم النباتية والأسماك والبيض والمكسرات والبذور. 13. تناول الأطعمة ذات الألياف العالية. الألياف الغذائية توفر الشبع وتساعد في تحسين عملية الهضم. يمكن العثور على الألياف في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات. تناول كمية كافية من الحرارية. هذه السكريات الزائدة تزيد من السعرات الحرارية وتزيد من خطر زيادة الوزن. 16. الاسترخاء والتقليل من التوتر. التوتر الزائد وقلة النوم يمكن أن تؤثر على إفراز الهرمونات المرتبطة بالشهية والشعور بالجوع. لذا من المهم العمل على تقليل التوتر والاسترخاء من خلال التمارين التنفسية واليوغا وأنشطة تخفيف التوتر. من الجيد أن نذكر أنه لا يوجد بديل طبيعي يمكن أن يحقق نتائج فورية ومذهلة في فقدان الوزن. من المهم أن يتم تبن اعتذر، لكن يبدو أنني انقطعت في منتصف الجملة. هل ترغب في متابعة المحادثة أو طرح سؤال محدد؟